تعالوا نروح بقى للاعبين المحترفين. الحقيقه الكابتن ناصر النني مدرب نادي بلديه المحله السابق اثار الجدل حول امكانيه غياب نجله محمد النني نجم ارسنال على بطوله كاس الامم الافريقيه اللي طبعا هتقام في شهر يناير المقبل. وتعرض محمد النني لاصابه عضليه اجبرته على مغادره مباراه ارسنال وإندهوفن الهولندي امس الثلاثاء في دوري اول امس طبعا الثلاثاء في دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا. وقال والد النني نجلي خضع للفحوصات الطبيه وسيكون جاهز للمشاركه بشكل طبيعي في كاس الامم الافريقيه. واضاف سيعلن نادي ارسنال تفاصيل الاصابه ولكن اللاعب سيلحق ببطوله امم افريقيا بشكل طبيعي. وطلب البرتغالي روي فيكتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد محمد ابو العيله التواصل مع ارسنال للاطمئنان على اصابه محمد النني. والحقيقه محمد النني لاعب مهم جدا وفيكتوريا بيثق فيه جدا وهو واحد من كباتن منتخب مصر. واتمنى ان الاصابه دي تكون خفيفه فعلا زي ما قال كابتن ناصر النني لان النني وجوده هيفرق قوي في امم افريقيا القادمه. لاعب كبير، لاعب عنده من الخبرات، لعب البطوله دي قبل كده ولاعب عالمي، لاعب ارسنال الانجليزي، فبالتالي وجوده مهم.